أهلا، كنا منشغلين على وضع متاع بلادنا، نتأملوا في الماضي، منشغلين جدا جدا بالحاضر، ومانيش فاهمين بالضبط شو يقع في المستقبل. ننطلقوا من مجموعة مسلمات. المسلمة الأولى أنه الغضب الشعبي اللي عبرت عليه من الجماهير متاعنا منذ مدة، واللي أشارت فيه للمؤسسات والهيئات والأحزاب والمنظمات، مبرر ومتفهم وحقيقي ويتطلب إجابة. اثنين، أنه كان هذا يتطلب منها رجع في البلاد بعد أن عجزت الطبقة السياسية على إحداث تفاهمات ما بيناتها. ثلاثة، أنه رئيس الجمهورية 25 جويلية كان يعمل منها حاجة اللي تحدث الرجع دي كنا نجمه نتفهمه، لكن اللي كان مطلوب أنه يحدث ويكون مستقيم أخلاقيا وسياسيا ودستوريا هو الدعوة إلى انتخابات سابقة الأوانة في ظرف ماهوش طويل، رئاسية وتشريعية، بالإعلان على فشل منظومة اللي جابت انتخابات 2019. لكن رئيس الجمهورية اختار خيار آخر، خيار آخر لازم نكون واضحين ونسموه انقلاب على الدستور وبالدستور بتأويلات متوسعة وخارج النطاق. في كل الحالات الآن بلادنا في طور متاع صراع، هل انقلاب هذا الدستوري يمكن أنه يكتفي هناك ويتحول إلى رجعة إيجابية وفقا لمسار متاع تصحيح الأوضاع من متاع بلادنا، ويمكن أيضا أن يتمدد ويصبح مسار وانقلاب متكامل الأركان؟ اللي يحدث الآن هو الصراع بين هاتين الأطروحتين. من الزاوية السياسية العملية المحضة يمكن أن نقول نقبل بالحدث وندفعوه باش نستخلص الدروس متاع الماضي ونعطوا دفع للمسار متاع بلادنا تستجيب المطر متاع الشعب. هذا شيء يتطلب، هذا يتطلب تشاركية، يتطلب رئيس الجمهورية يجري حوارات، يتواصل مع الفاعلين، يمن ان الموضوع هذا مش ممكن يكون منقذ من فرد. وهذه الفلسفة متاع البناء السياسي اللي عملناها 10 أيام هي زبدتنا من أساسا. للأسف الشديد رئيس الجمهورية لا يؤمن بالتشاركية، والآن قاعد يحول الانقلاب الدستوري إلى انقلاب متكامل الأركان، واللي قاعد يتمدد من خلال محاولة بسط الهيمنة المؤسسة القضائية والعسكرية والأمنية والإعلامية وعسكرة الفضاء العام وإيجاد مناخ من الترقب. بعد ما نها أكثر من 10 أيام ماناش قاعدين نشوفوا اللي ثم حكومة، وماناش قاعدين نشوفوا اللي ثم رزنامة. الانقلابات حتى لو تبدأ صغيرة باش ما تمددش ما لازمش المساومة معها ولا قبولها ولا صمت بها، لازم المقاومة من خلال أجهزتنا ومن خلال مؤسساتنا والمقاومة السلمية بما يتيحه الدستور متاعنا. كل صمت يعني هو تحول انقلاب الدستوري إلى انقلاب متكامل الأركان. الخطورة فيه مش فقط أن يتحول إلى انقلاب، الخطورة فيه أنه ما ينجم يعمل حتى شيء لإصلاح الأوضاع متاع التونسيين، والأمل اللي جاهم بعد مدة يولي هو أيضا يخبو ويفشل، وعند ذلك اللي تنجم تلجأ الشارع إلى التحرك من جديد أو السلطة إلى اللجوء إلى القمع المغلظ. بالتالي أنا نقول اللي الآن نطلب منا المقاومة وعدم الانتباه لهذا الانقلاب الذي قاعد يتمدد في مختلف المساحات. كل هذا يخليني أنه كل خطوة إيجابية أنا نثمنها، التوانسة لازم يمشوا للتلقيح. وثانيا أيضا أنه مقاومة الفساد في كل المفاصل الإعلامية والأعمال والسياسة طالما ارتكزت إلى ملفات صحيحة ومع ترك الحرية للسلطة القضائية كله مرحب به. أنه المكاسب متاعنا جيدة، ولكن التشاركية تحويل الرجة إلى مسار متاع إصلاح بالتشارك مع المواطنين نحو انتخابات سابقة الأوانة تشريعية ورئاسية، هذا هو المطلب متاعنا، وهذا هو اللي لازم تنخرط فيه القوى الحية. واللي يحب يصمت بعد مدة مش يلقى روحه، حتى المكسب متاع الليبرالية الديمقراطية الليبرالية فقدناه.